صوتات موسيقية تحرك الوجدان وترتقي بالإنسان، نغم أصيل يميل معه أوتار القلب، أما الدماغ يصغي فيرتقي التفكير. ولأنها غذاء الروح والوجدان، تشبع الإنسان بشعور جميل يدوم حتى تكف الأوتار عن أصدار الأصوات والأنغام. هي حكاية نغم كانت بدايتها منذ أن وجد الإنسان وسماعه موسيقى الطبيعة من حوله، صوت الطيور وزقزقتها، صياح الرياح وخرير المياه وتعاقب الأمواج. بين الإنسان والنغم رحلة بداية ونهاية وإلى ما لا نهاية. قد لا يختلف اثنان على أن مثل هذه المعزوفة الموسيقية تتجاوز حدود القلب، أما ما قد يقلب الموازين رأساً على عقب هو معرفة هوية العازف. رغم موهبة السيد الحسيني إلا أن عمامته رأى فيها البعض نشازاً، في حين أحدثت تناغماً مناسباً لدى كثيرين ممن رأوا أن الفنون الإنسانية لا أديان وقوانين ومعتقدات تحدها. بداية سن المراهقة شعرت بميل نحو هواية العزف على الآلات الموسيقية جميعاً، بعد أن امتهنت إن صح التعبير العمل الديني أصبح ترددي على الموسيقى قليل جداً. نؤمن أن التربية الموسيقية هي من أجل صناعة الإنسان، من أجل بناء إنسان أكثر إنسانية. أما موقف الإسلام من الشعر والموسيقى فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. كنت قاصد نشر الفيديو لأنه أنا اللي سجلته وأنا اللي حطيته على حسابي الخاص على الفيسبوك، اللي مش مقصود كان أن ينتشر بهذه السرعة الرهيبة بمقدار ساعة. رجعنا إلى العرف، في عدة إحصاءات حصلت. إحصاء الأعلى كان 93% كان موافق ولم يرى بأن عزف رجل دين بهذا الأسلوب وبهذا الرقي وبهذا الشكل مهينة للعمامة أبداً، بل وجد العكس. أنا قلت ما فعلته هو مشرف للعمامة ومشرف للحوزة العلمية، لأنه أن يأتي رجل دين ويخاطب العالم بلغة عالمية وبموسيقى عالمية، هذا إنجاز للعمامة وإنجاز للصورة الإسلامية التي أصبحت سوداء قاتمة في هذا العصر. هذه العمامة تحكم بأعراف ولها مواثيق ولها قوانين خاصة قد تضيق على الشخص بحد أن هناك ما هو حلال لا يفعله، لأن ما على العالم من وظيفة تحمله إلى هذا الميدان، فليخلع هذه العمامة ويبرز الموهبة التي يريد، لأن لهذه العمامة هالة وقداسة، لا نستطيع أن ننزل هذه العمامة إلى مصاف الناس العاديين. التمايز الذي حصل لرجال الدين على هذا النحو أنه إلهم لباس خاص وإلهم شأنية خاصة، بعد شوي صاروا من جماعة الأتيكات. في إيران رجل الدين يقود الدراجة النارية، وهذا ليس بالعجيب أبداً، بينما في لبنان غير مقبول، مع أن الدولة الإيرانية متطورة أكثر من الدولة اللبنانية بكثير. بالنسبة للي صار مع السيد حسين الحسيني، وهو أنا بعرفه من 23 سنة، ذكر أنه أنا علمته في دورة موسيقية، هو أمر كان خلق حالة من الجدل، وأنا هو سألني قبل البث، وأنا توقعت الأمر ونصحته بعدم العزف بالعمامة. أنا شخصيا كنت بفضل أنه قادر أنا وياه وكل الناس أنه نأكد أن الدين ليس ضد الموسيقى بأساليب أقل حدة على الجمهور. ما فعله سماحة السيد لابد من تجزئة هذا الفعل إلى أكثر من عنوان، مع أن السيد الخامنائي لا يرى فيه حرمة، ولكن المستهجن والذي نضع عليه علامة استفهام العازف من هو؟ لأني أنا بس هيك للحظة عم بتصور المجتمع الغربي لما عم بيطلع علينا، يا عمي أنتوا صاركم شهر ضاج الدنيا، شو عاملين؟ شو صاير عندكم بهالبلد مثلا؟
طالع شي قنبلة مثلا نووية، اخترعتوا شي جديد للمجتمع للعالم الإنساني، شو عاملين؟ رجل دين عم بيعزف بيانو. فعلا شي مهين وشي معيب، هذا ما يهين العمامة وهذا ما يهين الإسلام، مش العكس. حتى النبي ما كان يمشي لا خطوة قصيرة ولا خطوة طويلة، كان يتصرف مثل الناس، يبتسم مثل الناس. وخاصة كما نعلم أن الإسلام هو الذي نقل البشرية بأكملها من الظلمات إلى النور، ولكن هذا لا يجعلنا نعتمد على مشهدية معمم أو مشهدية معمم يعزف البيانو. ولكن في القاعدة العامة المكتب الشرعي وهو الوكيل عن الأصيل لا يستطيع أن يقترف هكذا فعل إن لم يعد إلى الأصيل، لذلك من المستبعد أن يتوقف هذا المعاش أو أن يطرد أي عقوبة تأديبية بلا العودة إلى مكتب السيد القائد في إيران واستشارة السيد القائد في هذا الميدان، هذا من المستبعد. السيد الخامنئي أنا قلت ما بظن أنه على دراية بهذا الأمر، أو لأنه الرجل مشغول بقضايا عالمية، يعني مش فاضي لحسين الحسين وعم بيعزف بيانو بالضاحي يعني صراحة. يعني أنا لما لقيت الموسيقى مؤثرة صراحة ومفيدة جدا عم بستغلها، واستغلت اللي صار معي واستغلت الشهرة اللي حصلت عليها، بس كانت هي هدف؟ لا ما كانت هدف أبدا. وإذا كانت هدف بيكون الناس استفادوا، بس أنا راح أجري بيني وبين ربي، يعني أنا المتضرر. مرحوم السيد محمد حسين فضل الله، للذين يحقدون علي أقول لهم لا تحقدوا علي، إن حقدكم يقتل إنسانيتكم وأنا أشفق على إنسانيتكم. هي عمامة على قيد وتر موصولة مقطوعة ولكنها موجودة.